السلام عليكم الخوت، صباحكم مبروك، تحياتي لكم الخوت. راه مباشره من السوق خميس سيد الحجاج ولاد مراحي اقليم سطات، راه بتاريخ الخوت 2 نوفمبر 2023. اليوم الخوت راه بركه، راه داخل السلعه وكاين المليح تبارك الله، وراه الثمن راه كما ديما الخوت. الله يصاوب الخوت، وتحياتي لكم كبيره، والتحيه للناس ديال المزاب، وفرجه ممتعه، وكنشكروكم الخوت، وكنشكروا كاع الناس اللي كيثيقوا فينا وكيدعمونا وكيبارطاجيو لينا الفيديوهات. تحياتي لكم الخوت، واجيو تسوقوا معنا ان شاء الله اليوم من السوق خميس سيدي الحجاج مزاب. غيصل الامور، الله يسهل عليكم الخوت. سير سير، الله يسخر. شحال عقبت ديتي يا محمد خويا؟ ٢٢٠ ياك، 3100 درهم الخوت. الله يبارك سير، الله يسخر لك. 3100 درهم الخوص، الله يبارك. غلا مغلاده تبارك الله الاخوان. ولا قولي سير، الله يسر تبارك الله، الله يبارك. 3100 درهم الخوص واجد سي محمد تبارك الله. غايجيب التيسير اخويا، الله يسهل عليكم تبارك الخوت. خرفان مليح تبارك الله. السلام عليكم، كيداير؟ كلشي مزيان اخويا، الله يحفظك اخويا. مع شحال عطاو الخويا هنايا؟ 65 ياك، 3250 درهم الخوت، الله يبارك. مازال ما بغيتيش تبيع؟ وشحال قلتي لهم الثمن ديال البيعه؟ باقين شويه ولا ياك اخويا؟ المشره من هنا ديالهم ولا جايبهم من الدار؟ فقي بن صالح ياك، سلعه فقي بن صالح الخوت، الله يبارك. معطى الخوت راه 3250 درهم تبارك الله. كي داير السوق اليوم؟ كي داير السوق اليوم اخويا؟ السوق شويه الثمن كاين والشاري شويه. لا الشاري شويه والثمن كاين والمليح كاين، هذا وقالي كاين. والله يجيب لكم التيسير. كي داير سي محمد؟ والله يحفظك. قول لنا النمره ديالك اللي حتى شي حاجه. اييه قول لنا النمره ديالك. 06 68 58 84 صفر الصف. الله يرضي عليك، الله يجيب التيسيرات. الله يبارك الخوت، خرفان تبارك الله. هذو هما راه السوق تبارك الله اللي كاينين اليوم. شحال عطاو الخويا هنا؟ 72 ياك تبارك الله، 72 الخوت، 3600 درهم تبارك الله، الله يبارك. هذو هما راه السوق تبارك الله اللي كاينين اليوم، شي حاجة نقية. هما خمسة ياك اللي كاينين، والبيع شحال قلت اليوم اخويا؟ ها؟ زوين شي حاجة ديال البيض مشمشين. شي حاجة تبارك الله، خرفان راه مشمشين تبارك الله، الله يبارك. ممكن في العيد كبير راه كيوصل شي حاجة. وي لا سلعة مطلوقة تبارك الله، هذا تبارك الله شي حاجة زينة. المرقدة من هنايا اخويا ولا؟ من هنايا، أييه، هاك سيبا واقي. هاك سيبا، والله يجيب التيسير، الله يسهل عليكم اسي. 72 راه كاينة الخوت، 3600 درهم. وهذا قولي كاين. ايوا نمشيو لاتجاه اخر الخوت، والله يسهل الامور تبارك الله، الله يبارك. الله يبارك الخوت، الجحوليات مليحات تبارك الله. سيوس كي داير؟ كلشي مزيان. كنتي كدير الخروف وقلبتيها حوليه ياك؟ ها باقي فيها شويه الرفقيه. باقي فيها الرفقيه الخروف. شريتي جوج وحوليات؟ وقال شريتي تا هما جوجات، جوجات اللي كاين. اييه الله يبارك. الحوليه قليله، وهذو هما اللي كاينين، هذو هما راه السوق تبارك الله اللي كاينين اليوم في خميس سيدي الحجاج. قول لنا المشره ديالهم اخويا. يوس 66 ياك، 3300 درهم، 1350 درهم الوحده اخويا. اوكي تبارك الله، الله يبارك. 150 درهم الوحده المشره ديالهم. قلت لي 3000 درهم بجوجاتهم. 66 بحال 33650 درهم الخوت، الله يبارك. الوحده تبارك الله، والثوب تبارك الله، والثوب راه حوليات راه رطبه تبارك. لا قليل، وهذا هما اللي كاينين، هذا الشيء اللي كاين الخوت تبارك الله. تبارك الله، شري حوليه، شري حوليه. عقب تبعتيهم تما، والله يسخر المولى يومك. واللي احتاج شي حاجه يوسف ديت دابا حاليا عندك هاد الجوج. على 40 وكنزل ما لقيتش. ايوا شي حاجه راه مرحبا. ايوا قول لنا النمره ديالك، واللي احتاج شي حاجه ديال الحوليه راه يتواصل معاك اخويا. 06 81 64 76 76 36. تلاقوا مع يوسف، يبانوا المشاهدين، الله يبارك. حوليات زينات تبارك الله، رطبات. والله يجي الله يجيب التيسير اخويا. تبارك الله، ملاحات تبارك الله، وتوب تبارك الله، وفصلين الله يبارك. والله يجيب التيسير اخويا، الله يبارك الخوت. نعجره متومه تبارك الله،
الله يجيب التيسير. اش والد اخويا؟ جيت خرفان، جيت خرفان، جيت خرفان ارحال ياك. واش دايره في السنه اخويا؟ يلاه جايبه ستيتي. جات مع شحال عطاوكم ارحال خويا؟ شحال عطاوكم؟ 60 ياك، 3000 درهم. الله يبارك تبارك الله. عطينا 60 الخوت، راه والده جات خرفان تبارك الله. يلا يلا السيتي يا الاخوه. ايوا هذا قولي، ايوا هذا قولي كاين الخوت. غايجيب تيسير تبارك الله. ورينا الولاده محمد تبارك الله تبارك الله. رجل خرفان الخوت الله يبارك. والبيع شحال قلت اليوم اخو؟ البيع مع شحال؟ 90 ياك، 4500 درهم الخوت. راه سداسي يا الخوت. الله يجيب تيسير اخويا. تبارك الله الخوت الله يبارك. نشاركوا معاكم هذه النعجه تبارك الله. هذه دمانيه تبارك الله، هذه ديال الدمان الله يبارك. شحال عطاو الخويا؟ 23 ياك، 1150 درهم الخوت الله يبارك. قلنا نشاركوها مع المشاهدين. اش دايره في السن اخويا؟ اش دايره في السن؟ ياك جموع صغير تبارك الله. اسمح لي تبارك الله. الله يجيب تيسير. الله يسهل عليك اخويا. جموع صغير كاين يتفوع على ياك اخويا. هذه دمانيه، ايوا. تحيه للعشاقه ديولا، تحيه للعشاقه ديولا. راه كاينين العشاقه ديولا خاصين بها الخوت. والله يصل امور الخوت الله يبارك. الخوت حاولي مليح تبارك الله. السلام عليكم، كيداير؟ كلشي مزيان، الامور هانيه. ما شحال عطاوك في هذا الخير؟ 85 تبارك الله. جير في السن سيتي تبارك الله. ياك هذا اللي بغيه لشيه ان شاء الله تبارك الله. خروف راه مطلوق الاخوان سداسي. غايجيب التيسير. قلت عطاوك 120 85 85000، 4250 درهم اللي ثابته دابا. والبيع شحال قلت اليوم؟ 95. وما قول ما بقى علاش، بقى 500 درهم الخوت. هذا الشيء اللي كاين الله يبارك. بحال 4750 درهم الخوت سداسي تبارك الله. والله يجيب لك التيسير اخويا. كنشكروك اسيدي، الله يسهل الامور. الله يبارك الخوت، خيرات تبارك الله. شحال عطاو الخويا هنايا؟ شحال عاطينكم اخويا؟ 60 ياك، كاينه 60، 3000 درهم الخوت اللي كاين. ها لا زينه خروف زين تبارك الله. هذا راه الشياه اللي بغاه الشياه تبارك الله. خروف مطلوق الله يبارك. 3000 درهم الخوت اللي عاطين دابا. شحال محمد البيع اخويا؟ 62 ياك. هو ما بقى علاش، بقى باقى 100 درهم الخوت. هذا قولي كاين، ما بقى علاش. الله يجيب التيسير. ها زين تبارك الله. 3000 درهم كاينه ياك؟ هو هذا قولي كاين. الله يحفظك وكنشكروك اسي. يبارك الخوت تبارك الله. خرفان مدرقين بياضيين تبارك الله. الله يجيب التيسير. شحال عطاوك اخويا؟ 51. 51 كاينه ياك؟ اييه 51 بحال 2550 درهم الله يبارك. ربعه الخرفان تبارك الله زينين الله يبارك. 51 ثابته ياك. ايوا هذا قولي كاين الله يحفظك. والبيع مع شحال قلت اليوم اخويا؟ 56. 2800 درهم البيع على اخوان. 56 دمعوكم ما تبارك الله الله يبارك. راه 56 الخوت، 2800 البيع على الخوت، 51 لا المعطى. هذا الشيء اللي كاين. وكي داير السوق اليوم اخويا؟ او محمد خويا، او محمد يبارك الخوت. هذه غلم تبارك الله بدريه. السلام عليكم، كي داير محمد؟ بخير اخويا، كلشي مزيان. ما شحال عطاوك بوجيلالي؟ ياك 48. 2400 درهم الاخوان الله يبارك. غلم بدريه تبارك الله. بحال هاد الغلم بدريه الاخوان راه كتكون قليله اليوم في السواق عندنا في مزار. يا الخميس الحجاج والثلاث ولاد فارس الله يبارك. 2400 درهم الخوت، 48000. كاينين هما سبعه جيلالي، سته اييه كاينين سته تبارك الله الله يبارك. الله يجيب التيسير اخويا. الله يسهل عليك، الله يجيب التيسير. داير السي محمد بخير؟ الامور هانيه، كلشي مزيان. مغبورات هذه ايوا، اش غادي دير؟ كلشي مزيان الله يحفظك. دايره هشام تبارك الله الله يبارك تبارك الله. خيرات تبارك الله. ما شحال عطاوكم اخويا؟ 56 ياك، 2800 درهم الخوت الله يبارك. لا خرفان مليح تبارك الله. وما السته؟
هما خمسه ياك تبارك الله الله يبارك، هما خمسه راه عطاو 58 2900 درهم. ولينا خويا هشام النمره ديالك ها هي 06 64 35 38 68 اللي احتاجهم اخويا هشام راه يتواصل معاك. الله يجيب التيسير تبارك الله عليك السي محمد خويا، الله يجيب التيسير اسي يبارك الخوت خيرات تبارك الله. كدار الحاج ابراهيم كلشي مزيان الامور هانيه؟ ما شحال عطاوك هنايا الحاج ابراهيم؟ باقي على الله ياك اياب هادشي اللي كاين. كيداير السوق اليوم الحاج ابراهيم؟ السوق زاد موجود. لا الخير موجود تبارك الله. انا ديما موجود. هي الحمد لله. التمر راه كاين السوق. التمر راه كاين، التمر راه جابوا الوقت. جابوا الله. ايوا هادشي اللي كاين، ما حدنا ما نديرو، التمر جابوا الوقت. المخافية كانت دازت غالية والناس. وي واش غنقول لك كلشي غلى، كلشي غلى. والله ما كاين غلى. والحمد لله، بغينا إن شاء الله الله يعطينا شي روية ديال الشتا إن شاء الله يا رب. تاكل في الفلوس واش تاكل؟ هادشي اللي كاين، متفق معايا. ما كاين الصير، كلشي تخرج من الليرة غادي يتصير. والله يحسن العون. البيع معت شحال الحاج ابراهيم؟ مازال ما عطاو حد ما. لا حتى دابا واش غنقولوا؟ ما عطاونا شي ما نقولوا حتى حاجه. ايوا هذا هو قال لك الله يحفظك الله ينقرك اسي ونمشي اتجاه اخر الخوت وتبارك الله عليك اسي ابراهيم الله يبارك الخوت خيرات تبارك الله. هذو تما ديالك اسي محمد ما عرفت شحال كتقول فيهم اخويا؟ 140 بجوج ياك؟ هي 7000 درهم عاطين دابا اللي ثابته 126 بحال 6300 درهم الخوت اللي ثابته دابا. وقال لي 140 بحال 3500 درهم الواحد 70000 الله يبارك ملاح تبارك الله الله يبارك نقي والله يحفظك السي محمد الله يجيب تيسير. هذا قال لي كاين 7000 درهم الخوت بجوج البيع قال لك و 126 اللي عاطين دابا اللي كاينه تبارك الله خرفان راه زينين تبارك الله والله يجيب تيسير تبارك الله الخوت الله يبارك. جحواله مليح تبارك الله. شحال عطاو الخويا؟ 2050 ياك هذا 61 ها هي 3050 درهم. هذا شحال؟ 52 2600 درهم الله يبارك. وهذا هو قال لك الله يحفظك ها اللي كاين راه قواله. والبيع مع شحال قلت لهم؟ البيع شحال؟ هذا قلنا لهم 55 هذا ياك 64 3200 درهم هذا 2750 درهم الخوت البيع ديالو. كيداير السوق اليوم؟ السوق ما يجعل البركه ما يجعلش بارك الله يجعل البركه. الخير موجود الحمد لله، السلعه موجوده والتمر راه كاين. ايوا هذا هو قال لك ايوا الله يحفظك الحاج. نمشيو اتجاه اخر الخوت الله يسلمك. حسين كيداير اخويا؟ امور هانيه كلشي مزيان. واش تكثر جيتي بكري اخويا وغادي؟ الله يجعل شي بارك. كتلاقط الحوليه ياك؟ اييه راه حوليه كسابيه تبارك الله. واش كتبيع في السواق ولا للكليين؟ كا دابا انت غادي دير ان شاء الله للدار التسمين. وكداير السوق اليوم اخويا؟ ايه كاين الثمن اي والله يجيب التيسير نشريها بحال الحوت. وشوف هذا الوقت كل شغلة الله يصوب وصافي. العلف غلا بالنسبه للبهايم غليت كل شغلة المعيشه غليت. هذا هو التدخل ايوا هادشي اللي كاين. الله يصاوب الله يصاوب الله يجيب لك التيسير اخويا. كنشكروك اسي الله يبارك امين اخويا.